هنكون شغالين على الوحدة الرابعة زي ما انتوا حضراتكم عارفين. الشغلانة التانية اللي انتوا حضراتكم بتتكلموا عليها اللي هي الامتحان، يعني سيبك من موضوع شكل الامتحان لانه لسه مرسيوش على شكله لغاية، هو الوقت كله اختياري، انما موضوع الاسئلة المقالية ده لسه لم يبت فيه حتى الان، عشان ايه ما تعبش دماغنا وخلينا ماشيين زي ما احنا كده. احنا كل اللي يهمنا يعني لو كان هيعمل اسئله مقاليه زي ما قلنا هيكون في القطعه والباراجراف والترجمه، يعني هم دول بس فقط اللي هيبقى فيهم الكلام، احنا متعودين على دول ولا دول يعني. المهم بعد ما موضوع الكلمات والمشتقات والكلام من ده، طبعا دي كلها حاجات احنا اخذناها مش هنعيد في نعيد فيها زي الثانيه، المفروض انك انت ذاكرت وشفت الكلام ده، كل الكلام اللي احنا قلناه مع بعض عشان ما نضيعش وقتنا طبعا في الشرح من جديد، انا عملته لك هنا عشان تذاكر. وفي يعني كده ان شاء الرحمن هبعت لحضراتكم بس مش دلوقتي قدام، عملت ملخص للجرامر ست وحدات، بس جرامر بس من غير تمارين، ملخص جرامر ست وحدات عشان كان عبد الرحمن طلب، عبد الرحمن ياسر كان طلب دي، وانا عملت لحضراتكم ملخص لوحده كده يعني بدون تمارين ولا حاجه، هبقى ابعت لكم على الجروب بس بعد ما نخلص. ادي الكلمات اللي موجوده معانا، ونبدا في البدايه من الناس اللي بتبقى مصحصحه. النهارده هنبدا مع اول 20 مع محمد احمد موسى، عشان طبعا افتقدنا صوته المره اللي فاتت، وادينا النهارده هنشتغل معاه. الحاجه الثانيه، الفيديو اللي بعته لكم شفتوه كويس بتاع الحصه؟ ايوه يا مستر. تمام يعني؟ ايوه يا مستر. انا قلت لو انت مثلا انتهت منه حاجه يبقى ايه هو قاعد معانا عشان ما يتوهش مننا. طيب نشوف كده، يلا محمد اول بنبدا كده معايا، اقرا كده وجاوب ونشوف اخبارك ايه. اتفضل. We usually use not English when we send text message to our friend. طبعا لما بنتكلم مع اصدقائنا، اللعبه هنا في الاصدقاء دي، فهنستخدم الانجليزي بتاعنا طبعا هيبقى ايه انفورمال، انت واصحابك بتبقى انفورمال يعني حياه غير رسميه. اتفضل. Innovator can improve our create new devices. تمام، برافو عليك. تمام. UNESCO is an not of as soon as possible. Acronym. Acronym. طبعا as soon as possible ده يعتبر عبارة عن ايه يعني، ده acronym لانه خد طبعا، هو طبعا الكلام ده خطأ على ما اعتقد يعني، بس هو طبعا طالما يونسكو ده هو معروف انه اكرنم، بس هو مش بتاع الكلمه دي، اس اي بي طبعا مش بتاع الكلمه دي. اتفضل. Ships have to remain in this not to be fueled. يعني السفينه هتبقى وتقف فين علشان نديها وقود؟ بورت. بورت اللي هو الميناء. تمام. A group of special not are in charge of protecting the president. ايوه. Guardian. الجارديانز. Guards ولا guardians؟ Guards. يعني مجموعه من ايه؟ الجارديان دول اوصياء. Are in charge of protecting the president، بحمايه، بيحموا الرئيس، اللي يحمي الرئيس ده الجاردس اللي هم مين؟ الحراس، لكن جارديانز دول الاوصياء. ها؟ مستر مش جارد دي فعل؟ نعم؟ جارد فعل. عظيم، جارد فعل وجارد، قول بادي جارد، تنفع فعل وتنفع اسم. ما هو جايبها في الكتاب اصلا جارديان معناها الحراس برضه، بس هو مش كاتبها. ما هي نفس الحكاية يعني الكلمة دي، إنما الحراس هناك بيبقى أوصياء على هذا الشخص اللي هو موجود فيه. فهنا طبعا أجروب سبيشال جاردس يعني عبارة عن حراس من نوع الخاص. وكلمة جارديانز دي ما تستخدم إلا مع بيبقى وصية على الحكم أو وصية على
على حماية هذا الشخص من الانقراض اللي موجود فيه. لكن لما هو لو ما حطليش كلمة بريزيدنت، الرئيس اللي في الآخر، الرئيس لن يكون عليه أوصياء ولكن يكون عليه حراس، ودي من الكلمات اللي تبقى فيها كونفليكت، يعني فيها عملية اللي هي اللي مش عارف يسموها انتو، تعارض أو تناقض يعني. I will try. I'll try to persuade my mother to let me go to the cinema tomorrow. تمام. The wealthy man offered to anyone helping تاني. him find this. في مطلع بره. ها قلت انت اول شي مان اوفرد Award. اوورد، ده راجل ايه غني، اوورد ها رقم سبعة، ها قال اوورد، ها محدش اعترض يعني يا أسامة. الثانية عشان خاطر هنا في ايه يعني. او ان، لو بقيت او ان ايوه وورد بقيت معناها عنبر في مستشفى يا في محمد. ورد معناها يكافئ. دي كلمة وورد يكافئ، دي معنى لا يكافئ الأخيرة. بعد الإجابة أهي. الإجابة الصحيحة الأخيرة، لكن الأولى دي بتبقى عبارة عن مكافأة من جهة رسمية. لكن ده راجل غني، وغني واحد ساعد ابنه، بيساعده يعني بيساعده علشان يلاقي ابنه، فدي تبقى ريورد مكافأة. لكن أورد دي لما تكون جائزة من جهة رسمية. If you get، If you get a benefit from something, it's beneficial. يعني طبعا هنا بيقول لو تحصل على فائدة من حاجة فتقول beneficial. طبعا الحقيقة عند حضرتك هذا الشيء يكون ايه، في عند صفتين بمعنى مربح، ايه والأولى وسي، دول beneficial مفيد او مربح، بروفيت وكلمة بروفيتابل، اللي هي الاثنين دول بمعنى مربح، فالإجابة راح تبقى ايه وسي. ايه وسي. يعني دي طبعا من ضمن الحاجات اللي انت بقى عارفها يعني. ها The police will not the suspect to see where he goes. Follow. ايوه هي تراك بتساوي فولو؟ هاي تراك تساوي فولو. ده تبقى A و B. A و B. A و B. تمام. I'm not enraged, asked him for some money, but he refused. ايوه بدأ يقول له اديني فلوس اديني فلوس اديني فلوس، لكن هو رفض في رقم نمبر 10. مين اللي هيقول يقول لك اديني والنبي ربنا يخلي لك عيالك؟ متسول او الشحات يعني، الشحات او المتسول، هي بيجر كلمة بيجر بيجر بيجر. بيجر ايه معنى انريكس يا مستر؟ ها انريكس بإلحاح. Also ها Also they were divorced many years divorced ago. يعني معناها طلقوا، طلقوا من بعض. Many years ago he still to his ex-wife. Faithful. Faithful لسه مخلص يعني. تمام. Also he understood every word I said he to be a fool. كلمة بمعنى تظاهرة. تظاهرة. الأخير. آخر واحدة. أنت ما حضرتش باين عليك يا محمد. مستر أصلا النت جه امبارح، وامبارح عرفت إنه حضرتك حليته لغاية اليونت 3. طب ليه؟ أنت ما شفتش الفيديو غير امبارح بس؟ أصلا النت جه امبارح والله. أما النت صلحوه امبارح عندنا. هو فيما كله كان مضروب مش انتوا بس كمان. ايوه في الغرب كله عشان قاس. موضوع الحفر اللي عنديكوا ده. ماشي أيوة. كويس. وي لوكت وي لوكت ات هيم وات وين هي سيد ذات ذا هورس كود فلاي. بيقول لنا ان الحصان يمكن ان يطير، فكلنا كنا ننظر اليه ان unbelievable ام unbelievable يعني غير مصدقين. Unbelievable ولا disbelief، وتقول لي ليه؟ ها؟
disbelief عشان هي إنكار يعني. وكده في انكار، لان ان هيجي وراها اسم هنا، لكن unbelievable ده لا يصدق، معناها صفة ولا بد ان ياتي بعدها اسم. To speak loudly to people who are far away means to call out. يعني هو يعني شفت هنا بيسألك على معنى الكلمة، بيسألك على معنى الكلمة، فبيقول لك لما تنادي على حد هو بعيد عنك، يعني أنت هنا في هذه اللحظة بتبقى بتعمل إيه؟ تمام؟ وهو طبعا زي ما قال زميلكم في رقم 14 بنادي عليه بصوت مرتفع بسميها call out، call out. When someone doesn't find a friend in need, they feel a in the back. ده هنا عبارة بيسموها إيه؟ كأنها طعنة في الظهر. طعنة في الظهر. طعنة في الظهر. ستيب. لا مش ستيب. 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 دي بنسميها طعنة في الظهر. طعنة في الزهرة، هي دي جملة دي لنا، طعنة في الزهر. When he discovers that she doesn't love him as much as he does, he has a broken heart. يعني هو تحطم قلبه، تحطم قلبه. طبعا بني آدم تحطم قلبه، وهو أنا بوريك الإجابة عشان تبقى فاهم احنا عاملينها ازاي. فهنا broken، فأصبح عندي الصفة. تمام. To not against in the and to plan in secret with others to do something. Plot. أنا واحدة. الثانية. الثانية بلوت تنفع. الأخيرة. بلوت الأخيرة. معنى إيه دي؟ يتآمر. يتآمر. ولها معنى، ولها معنى تاني. ال. بلوت يتآمر. ولها معنى تاني. أكيد. قطعة أرض. وتيجي معنا حبكة في القصة. When I saw. When I saw a wild dog, I call out. هتقول كده. هتعمل ايه؟ Call. أنا كولايا فيهم. الأولى. I call for help. عشان في. Call لوحدها. يعني بنده على المساعدة. بنده على المساعدة. لكن انت هتنادي بصوت عال مرتفع، تبقى هتعمل ايه؟ call out. The students were almost late for the exam. يعني الطلبة يعني تقريبا اتأخروا على الامتحان. But here just in time. But here just in time. Good. طبعا الرايف ان عايزه مكان كبير، الرايف ات مكان صغير، ريتش فور يصل الى. لكن لو لاحظت حاجه في رقم 19 زي ما انا عامل لك الاجابه تلاقيها جت. ليه حضرتك؟ قال لي ان اصل الكلمه جت، وجت يصل الى مكان بعد مجهود وبصعوبه. لما يوصل لمكان وهو تعبان بنستخدم جت على معناها يصل الى. اخر واحده ليك. USA is an for the United States of America. Acronym. تمام، برافو عليك. تمام. ناخد كمان بعد الولد ناخد بنت ونشوف. عندنا إيمان. إيمان أحمد. عندك 10 يا إيمان، معاك لغاية 30. هذا aggressive يعني عدواني. الكلمة دي بمعنى عدواني. makes people hate him. خلص الناس تون. تكرهه. تون. الأولى. ماشي. لا هي نغمة. أيوة نغمة أو نبرة. He responded with a red flower. Emoji. Red flower وردة. وردة حمراء. Emoji. ها؟ إيموجي. ماشي. ألزو. ألزو
Where are brother? He always. بالرغم ان احنا اخوات مع بعض لكن هو دايما me. Misunderstand. يعني ايه misunderstand يا حاجة مس؟ يسول فهم. ايه بيفهمني يعني بيسول فهمي يعني بيفهمني غلط دايما يفهمني غلط. يسيء الفهم. يسيء الفهم. And to her request, I sent her all her presents. أربعت لها كل هداياها. الأولى صح؟ In response. أهي. مستر. 24 أهو. نعم. 23 ليه ما تنفعش الثانية؟ ماشي. ليه ما تنفعش؟ ليه ما تنفعش معنى يكشر يعني؟ أه. أه. فكر كده. هنا كلمة frowns يعني يعبس أو يكشر. عشان ما عادش حرف الجر يا مستر. بالظبط أهو قالها لك لأنها تحتاج إلى حرف جر. ماشي جدع يا محمد. The internet is a huge bank of knowledge, but some teenagers it. Misuse. استخدام خاطئ. استخدام خاطئ. You can't use slang in a email. Formal. أيوة اللغة العامية ما تنفعش في الحياة الرسميات. Now banks have apps. To help their clients. فيهم فعلا بعض التطبيقات. تمام بتساعد بيها برافو. Is a letter or group of letters added to the end تضاف إلى نهاية الكلمة. سموها لواحق. أول واحدة. Suffix ماشي. Usually read the followers comments on their posts. الأخيرة. اللي هي علماء اللغة. رقم 29 اهو طلع حالك فوق اهو انت اللي بيبعت اللي انت اخترتيها دي اسمها لانجويستس دول علماء اللغه علماء اللغه لكن مين اللي هيقرا الكومنت اللي عمل البلوج فاللي عمل بلوج اللي هم الناشرين بيسميهم ايه بلوجرز بلوجرز اخر واحده بالنسبه لك از ا جروب اوف ليتر ادد تو ذا بيجينينج بقى تضاف الى بدايه الكلمه الأولى. طيب أدي بريفكس بريفكس هما في اثنين يعني. يعني تعجبك فيهم. الأولى خلاص. طيب. تمام شاكرين أفضلك نخش على ولد من الأولاد. مش عارف مين كيمو معانا ولا طلع؟ طيب عمر. عمر معانا ولا برا؟ ثمانية بس اللي سبعة اللي معايا بس والباقي راحوا فين؟ الله الله عمر برا واللي كان بيتخانقوا وعملوا لي كل اللي كان بيتخانقوا على ميعاد الحصة مش داخلين يعني رامز وكريم مش محمد محمود معاك يا أسامة؟ ايوه مستر طيب جاوب محمد يا محمود ماشي اقرانا اتفضل بعد يعني انا والله عندي زكام خلي بالك يعني الكلام طالع بالعافيه مني مش عارف شو فاهمين ولا لا الف سلامه مستر الله يسلمك يا حبيبي Many researchers don't agree about the nugget of his experiments يعني معناه ايه تجاربه 31 اخترت فينينكس انا واحده الاولى فعلا دي اسمها النتائج فايندينجز معناها النتائج معناها النتائج تمام برافو ان ذا نوجد باراجراف باراجراف يو تيل ذا ريدرز وات يو ار جوينج تو رايت about and who you
او يو ار جوينج تو دو. ايوه سنة. يعني في حته في الباراجراف انا اخبر فيها القارئ انا هكتب ايه وهكتب عن ايه وهتكلم عن ايه. Introduction. Introduction المقدمه اجابتك صحيحه تمام. The pessimists never look at the side of life. بيسيميستيك معناها البني ادم المتشائم. بيسيميستيك البني ادم المتشائم عمره ما يبص على سايد اوف لايف على الجانب من الحياه انهى جانب ما بيحبش يبص له المتشائم. الايجابي اللي هو البوزيتيف. ايوه تمام. You can use for the different parts of the reports. انا عندي تقرير بستخدم ايه لكل جزء من اجزاء التقرير بستخدم له ايه. احنا اخر حاجه خدناها في رقم 34 كنا بنتكلم العنوان اللي فوق خالص بنسميه الهيدلاينز. العناوين اللي تحت كل جزء بنسميها سكشن. صب 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 اهي صب عناوين فرعيه. ايوه العناوين الفرعيه قالت لك زميلتك اهو. Your expressions reflect your feeling and reaction. يعني بتبين التعبيرات اللي بتعبر عن مشاعرك وردود فعلك. انهى نوع من التعبيرات في 35؟ فاشل. التعبيرات اللي ظاهره على مين؟ يا اخي نمبر على وشك فشل. هي ايه بيسموها جات من كلمه فيس فيشيال. هتلاحظ ان انا مستخدم معاك حاجات يمكن انت كتير خالص ما عدتش علينا في المذكره. ركز معايا. Is a book in which words are put into group with other words that have similar meanings. يعني هنا بيقول لك في الكتاب اللي فيه الكلمات بتتحط مع بعضها في مجموعات بتديك نفس المعنى. نفس المعنى حاجه كده من مشتقات القواميس. سيزرز هي اللي في الاخر فعلا اللي قلت لك تلخبطك كان على شكل كلمه كنز كده. خلي بالك. It is honesty to من الامانه انك your sources of information. مصادر المعلومات في 37. مصادر المعلومات. مصادر المعلومات انك تعمل ايه طيب. لمصادر معلوماتك. طيب. انا مش سامع خلي بالك يعني مش عارف طيب. عيب عندي انا ولا عندك انت. كلمه ايه؟ سايت يا مستر. يعني فعلا يعني ده اللي انا عايزه. انت الكلمه دي يمكن يعني ان ناس كثيرين مش عارفين معنى هذه الكلمه. حد يعرف معنى هذه الكلمه؟ تذكر. تعمل ايه؟ تذكر. هنا دي يعني تستشهد بي. مش تستشهد يعني تموت شهيد. يعني زي ما انت حضرتك كده بقول لك احنا اديني الادله بتاعتك اديني الادله فانا استشهد بكذا وكذا وكذا. خلي بالك من هذه الكلمه. هذه الكلمه خلي بالك منها. وتلاقي نفس هذه الكلمه نطقها قريب من كلمه موقع سايت. سايت خلي بالك عشان ما يجيبلكش كلمات شبه بعضها. تستشهد يعني تاخد انك انت حضرتك تجيب دليلك وشهادتك عن هذا الامر. كلام زي الفل. اتفضل. I'm waiting. انني في انتظارك. اقرا انا يعني؟ اقرا مستر. ايوه. تي اتش اكس از مور اوف ان فور ثانك يو. دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كلمة thank you بس بنقول عليها ايه؟ prefix. يا راجل يا طيب. اللي هي نمبر سي. ولا سي. تاني الأخير. الأخير. يا ناس دي abbreviation يعني. الأخير معناها اختصار. ده اختصار لكلمة thank you. اختصار لكلمة thank you يا حلوين. ربنا يستر.
of the essay tells the reader what the topic of the essay is. حاجة في المقال بتبين للقارئ الموضوع، الموضوع الرئيسي بيتكلم عن ايه في 39. سب هندنج يا راي ده بيدي لك التوبيك الهيد لاين يعني الموضوع الاساسي، وياخد الهيد لاين العنوان الرئيسي. يعني هو هنا يعني بيسموها الاجراءات، يعني المدرس الناصح ما يبقاش عنده طريقه واحده بس شغال ليل نهار بيها، لابد ان هو يكون يعني متماشي مع مستوى الطلبه بتاعته اللي هي موجوده معاه. ولذلك استخدمنا كلمه بروسيجرز اللي هي بمعنى اجراءات او طرق. تمام. We but suffixes in the stem of words to chaining meanings. طيب انت قلت suffixes 42، انت اخترتي suffixes. ليه suffixes؟ طب ما انت prefixes ما بتغير المعنى برضه. suffixes وrefixes يدوكي نفس المعنى. suffixes بس ممكن يعني لو خدت لو كلمة لو عايز اجيب المضاد بتاعها فممكن احط لها on او this كده يعني. عظيم، هما الاثنين بيغيروا المعنى بتاعنا، لكن انا عايز هنا بيقول يعني في هذه الكلمة to change meanings. هذه الكلمة اللي احنا بنتكلم عايزين نحطها عندنا، الكلمة اللي موجودة عندك كده بصي لها كويس. عمر جاي اهو. هذه الكلمة اللي موجودة عندكم in fixes. اخترت ايه؟ طيب نرجع تاني اللي هي قالته. طبعا كلمة suffixes دي مش بت يعني مش بت كلمة بتحولها مش بتغير معناها، ده هي بتغير البارت اوف سبيتش، لكن اللي بيغير المعنى عندي زي ما هي قالت عند حضراتكم دي اللي هي كلمة prefixes happy تبقى unhappy زي ما هي اتكلمت واجابتها صحيحة. لكن في ناس يعني استخدمت كلمة infixes دي، فبنقول له كلمة infixes دي معناها أقحم يعني أدخل وهكذا. You can't judge his mood as he always has a prominent، يعني ما تقدرش انك انت تحكم على حالته المزاجية لانه دايما عنده prominent يعني دائم حاجة كده عنده دائمة 43 عنده حاجة دايمة على طول في وشه في صوته. ها التون بتاعته. تمام. Is someone who teaches linguistics، اللي بيدرس اللانجويجز اللي هو علم اللغة. تبقى بي لانجويست. تمام. عالم اللغة. تمام، عالم في اللغة. The author summarizes his view in his of the book on the in the of the book. يعني هنا abbreviation اللي بيقول اخترت ايه؟ سي abbreviation الاختصار. الاختصار هي عبارة عن حروف مش الاختصار اللي احنا نقصده. المؤلف يعني وجهة نظره هيعملها يحطها فين؟ في مقدمة الكتاب اللي هي الانترودكشن. أنا هكلمكم عن كذا وكذا 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 من هذا الكلام، يعني هنشوف مع بعض. Changed dramatically when he saw the money. أول ما شاف الفلوس إيه اللي اتغير عنده؟ نفس الكلام. نبرة. نبرته اللي هي بي. He is a wicked person. Wicked يعني bad يعني شرير يعني evil. So they don't consider him a husband for their daughter. عشان هو بني آدم شرير لا يرونه زوجا لبنتهم. زوج ايه؟ Emperor. لا Emperor. لا طب ليه؟ كلمة مناسب. sustainable. يا نهار اسود. suitable. فين sustainable دي؟ مش عارف. unsustainable. يعني هنا ايه؟ يعني لا يرونه، عشان في نفي هنا. لا يرونه، لا يعتبرونه زوجا مناسبا.
لكن unsuitable دي معناها غير مناسب. We to inform passenger traveling to Athens that their plan will be 20 minutes late. Suggest. لا suggest ما يجيش وراه تو زائد المصدر يا مفترية. Regret نندم ونأسى، يعني احنا يعني نحن نأسف أن نقول لكم أن رحلتكم هتتأخر 10-20 دقيقة. I love the birds singing in the morning. Voice. طيب هي بتقول voice الطيور في 49 حطت لها voice كأنهم بني آدمين. طب ما يعني مش هم يعتبروا صوت بشري، هو حيوانات بشري. يصنفوا من الكائنات الحية يا شيخة، يعني حضرتك يعني لقت نقول صوت الحمار زي صوت البني آدمين؟ لا طبعا. اسمعنا لا طبعا. يبقى اذا الحيوانات بنستخدم معاها كلمة ساوند، انما فويس ده للبني آدمين. Many famous figures have on the internet. ليهم على الانترنت. سي لوكيشن عيني بلوجرز. طبعا هنا ايه يعني ميني فيموس فيجرز الشخصيات الهاف اون ذا انترنت بلوجرز، طبعا الناس اللي بيكتبوا بالنيابه عنه. عاطف كمبيوتر از كونكتد. مش المفروض صفحات ها؟ مش المفروض ليهم صفحات على النت يعني بلوجز مدونات؟ لا أيوة. بلوجز دي منشورات وبلوج ومدونات. بلوجز هنا معناها المنشورات، فلكن هم بلوجرز اللي هم الناس اللي بيكتبوا. انت مش بتلاقي الناس المشهورين تقول لك صفحه مش عارف مين، لما يكون واحد زي محمد صلاح ليه كام صفحه بتلاقيه هو لا يعرف ولا حاجه عنها، دي ما منشورات. طيب هنا كونكتد يا اخوانا، كونكتد بتاخد حرف الجر ايه؟ اون. اون في عين. تو. لا 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 لا، هنتكلم على المباشر والغير مباشر في الجمل دي، مع انه درس سهل يعني. يا اسامه انت حليت؟ لا انت حليت النهارده؟ لا. ها؟ لا ما انت ليه قاعد بعيد حتى المايك في البلد الثانيه ولا ايه؟ لا ولا نايم على السرير ولا ايه الوضع يعني؟ لا انا قاعد على المكتب. طيب يلا مع حضرتك كده أول 20 أهو، يا رب تغلط. هات ما عندك. انكرم. اقرأ الجملة عشان نشرحها لزمايلك. My parents always encouraged me to study hard by giving me presents. تمام. Not to walk alone in the street. There are many signs there. Warned. حذروها. The teacher called to leave the class, so he left immediately. Told. هنا يعني قال لهم أنا ماشي، أنا ماشي. فطبعا مش هتنفع معاه غير الكلام ده. He been kind to his sister. Mona, he knew she would be upset. Shouldn't have. يعني shouldn't have been kind. ممكن تشرحها لي طيب دي؟ اشرحها انا؟ اشرحها لي ممكن؟ عشان تقول shouldn't have. هو يعني ندم ان خلى اخته تبقى زعلانه يعني كده. طيب هي نيوشي وضبي، هو عرف انها يعني زعلانه، فانت بتقول ما كان يجب عليه ان يكون طيبا مع اخته، اخترت shouldn't have. ما كان اللي انت اخترت shouldn't have، يعني كانك بتقول ما المفروض ما كانش يبقى طيب مع اخته، ده هي زعلانه منه دلوقتي. لا هيبقى should have. كده عشان كده قلت لك اشرح حالي. ها
He is at work in the university. So you met him in the market. You couldn't have. Couldn't have. تمام مستحيل. تمام. انت جاي تحل هنا يا أسامة. احنا متعودناش على كده. ده لسه اول وحدة. كان في واحد على الباب والله اخويا بيعدي. ماشي. You are wasteful. You spend so يعني much هنا. money on clothes. You shouldn't have. Shouldn't have. تمام. I gone to bed late last night. I am really tired today. أيوة. I shouldn't have. ما كان يجب should... علي. تمام. I studied hard at school. Now رقم 8. Mom not to open the door while she was out. Told. 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 ها؟ ما هي هتخبره مش هتحذره. طيب told مين؟ Told not to open the door while she was out. Told, encouraged, invited دول كلهم ثلاث كلمات لابد أن يذكر بعدهم المفعول به يا أسامة. لازم يذكر بعدهم المفعول به وعندك ما فيش مفعول به في رقم 8. ما هو معروف. Told, encouraged, invited. لابد أن يذكر بعدهم المتحدث إليه. لكن في كلمة الأم تحذر من عدم فتح الباب بينما هي في الخارج. فهنا warned مش محتاجة أن هي تأخذ الكلام ده. فهنا حذرتنا. Warned not to open the door. لكن told أخبرت. أخبرت مين؟ Encouraged. شجعت مين؟ لكن الأم كانت بتعمل تحذير عام اهو. I studied hard at school. Now I regret it. I should have studied. كان يجب. لأن should have تدل على شيء كان يجب عليك أن تفعله في الماضي ولكنك لم تفعله. Shouldn't have كان شيء ما كان يجب عليك أن تفعله في الماضي ولكنك فعلته. The police, the robber, if they had been here at once, but he escaped. أيوة. Couldn't have caught. يعني بيقول ال police, the robber يعني الحرامي. If they had been here at once, لو كانوا هم جو في الميعاد أو البط, he escaped, ولكنه هارب. يعني كان شيء يستطيعون أن يفعلونه ولكنهم لم يستطع لم يفعلوه. فهي كلمة could have caught كان في استطاعتهم أن يقبضوا عليه لو هم جوا في المعاد. بعدين I invited so many people to our party. I am worried that we won't have enough room for everyone. أيوة. I shouldn't have. فعلا فعلا shouldn't have. برافو عليك. You eating so much now you are ill. You shouldn't have. برضو تمام. You leave this job. I can see you are not enjoying it. You must have. You must have بس استنتاج وبعدين must have يأتي بعدها هنا تصريف ثالث. تبقى could have. ها؟ Could have. شوت بس ما خدتش لبالك يا أسامة. هنا قال كان سي يبقى ده مضارع يا أسامة. ركز هنا استخدم ليف فعل في المصدر. لكن كود هاف وشود هاف وماست هاف التلاتة يأتي بعدهم تصريف ثالث للفعل. ما لا يعني ده بتحل 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 بتقع منك حياتهم ما تاخدش لبالك منها. ركز هنا كان يجب أن تركز أنه جاي بعد النقط فعل في المصدر. والفعل في المصدر لا يأتي بعد هاف ولكن يأتي بعد شد فقط. خلي بالك. She won the game but she didn't train well. She could have won. كان يمكنها. تمام. Our neighbors cut down the tree in the garden. It was a really beautiful tree. أيوه. Shouldn't have cut. برافو. تمام. I am really cold. I brought my coat.
I should have. I should have. I come to see you. I didn't know you were ill. I should have. تمام. Ali completed his higher studies, but he decided to begin his private business. Could have. تمام. أنا كنت My عايز friend. جاي ما أنا بقول تعالوا لي حلين وتقول إجابتك عشان أعرف أنت فكرت إزاي من غيري. My friend wanted me for the same job as it is rewarding to apply. تمام. The manager asked me the report as soon as possible. To finish. إجابتك صحيحة. برافو عليك. برافو عليك. تمام. نهى شغال عندك النت يا نهى ولا بره بره نهى؟ نهى نهى اوت برضو وبعدين 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 يا اخوانا انتوا اللي قلتوا هاتوا الميعاد بدري وانا والله عيان وما رضيت الغيها عشان عارفكم مزنوقين. ايمان ايمان عبد الباقي نعم الله اجمل حاجه فيك كلمه نعم دي ربنا يكرمك يا بنتي ان شاء الله. انت هتشتغل لغايه رقم 33 انا معاك اهو من 21. The policeman هتبقى الثانية بي ورنت تمام. I am unsure. تمام ماشي معاك. طيب انا لو بصيت في رقم 21 اللي موجودة قدامنا هي طبعا اجابتك صحيحة ورنت حذرهم، لكن في كلمة تانية اسمها instructed ارشدهم ادالهم تعليمات. ما هم يعني ادالهم تعليمات ايوه. اذا يعني instructed ده فعل، ارشدهم اي اعطاهم تعليمات، ما هي الاثنين ينفعوا. ايوه. ولذلك الاجابه الصحيحه تبقى ايه؟ بي وسي. بي وسي، يبقى الاجابه ناخذ نمبر ايه؟ دي. خلي بالكم لما تلاقوا في حكايه A وبي وبي وسي دي ركزوا فيها شويه، هي ساعات بتكون هي اللي صح يعني. I am unsure. ها؟ Where he is. انا مش متاكد هو فين؟ He gone to the cinema. Could have. قدها في يمكن أن يكون قد ذهب. تمام برافو عليك. He could have got برضو. تمام شاطرة يا بنت برافو. I should have تمام should have checked. فعلا برافو عليك ممتاز الله يفتح عليك. تمام. My teacher الأخيرة encouraged. Encourage. جدع جدع جدع. I miss the first تبقى lecture. أنا ما حصلتش المحاضرة الأولى. I shouldn't have stayed. ما كانش لازم أصحى طول الليل. برافو عليك. تمام. I traveled by the train. I could have traveled. أيوة كان by car. برافو عليك. ممتازة يا بنت. ها. The teacher told us to be exercise number 4. يعني الاستاذ قال لنا اعمل له اكسرسايز رقم 4. This shows هذا يوضح يعني قال اعمله كذا told اخبرنا. ده عباره عن ايه؟ هل هو امر order. ولا طلب أمر. ولا نصيحه ولا نيجاتيف؟ يعني عندي نوعين أمر. من النصائح من كلمات لما شرحنا احنا هذه الجزئيه في 28، فده كان طالما هو اكبر مني وده أستاذي يبقى هو مدهوني ده عبارة عن إيه؟ order. تمام. We could have bought طبعاً هنا meet when we went to the market it was possible but طالما but يبقى كان استطاعتنا ولكننا لم نفعل. تمام. She couldn't have meet بعدين كمل met أيمن in the club yesterday because he was ill. يبقى إحنا couldn't have مستحيل نكون شفناه وهو مريض. برافو عليكي. تمام. I should have تبقى يعني الأخير obeyed my mother يعني يجب أن أطيع أمي. كان يجب أن أطيع أمي. هذه الجملة تعبر عن إيه؟ regret. كلمة يعني regret للأسف.
واحد أسف. ندمان بيقول أنا كان لازم أطيع أمي، فهنا طبعا معناها أنه لم يطيعها، فهذا يعبر على الرجل. تمام. What yesterday to avoid making that bad mistake. I am feel sorry now. What should I have done? What should I have done yesterday? يعني هنا ايه بيقول، يعني زي ما انت رقم 32 اهي في الاخر خالص اديناها لك، ف should have I done على اساس حولها الى سؤال. اخر واحده my mother always advises not to يعني امك بتنصحك انك انت الا تتجنبي، الا تتجنبي لا اي تجنب ال، يبقى انت اخترتي نوت تو، انت اخترتي نوت تو. ايوه. طب ترجميها. امي دائما تنصحني ان اتجنب لا اتجنب عن الناس، اتجنب ولا لا اتجنب؟ اتجنب. يبقى انت اخترتي نوت تو يعني لا، لا تبقى تو تو بس. تمام. فتح الله عليك، ما شاء الله عليك، كويس كده. البني آدم اللي مش هيسمع كلامي وهيراجع الكلمات أول بأول مع نفسه هيقول هرجعها يوم الامتحان مش هيحصل، ويذاكر معايا أول بأول كل الكلام اللي موجود قدامنا وتبدأ تحل مباشرة، لأن ممكن التمرين اللي بديها لك ما تجيش في الامتحان بس يجي من الكلام اللي قدام. ربنا يهديكم وتسمعوا الكلام. عبد الرحمن ياسر موجود؟ عبد الرحمن ياسر. أيوه. موجود عبد الرحمن ياسر؟ ما أيوه. طيب بص يا عبد الرحمن. أيوه موجود. عارف معاك 20 انت، عشان بدل ما سمعت صوتك 20 في الكلمات، وبعديك عمر. نهى ما مالها بنات، منها طلعت لها بنات. ما ردوش، تفضل يا عبد الرحمن. Many websites let us nugget combined of program for free. يعني نسخة. انت ما حلتش داونلود. داونلود انا ما اعرفش ان احنا نخش فين. خمس احنا المرة فات حلينا ثلاث وحدات الا حتة، عشان نخلص من الكلام ده، عشان في حاجات تانية عايز اراجع اركز عليها. انا مخليها في الاخر الحاجات اللي ورا دي عشان جديدة، عشان تفضل اخر حاجة خدناها تبقى ثابتة في الدماغ بتاعت الباراجراف والكلام من ده. يعني احنا خايفين اصلا العامل حسابي لاحسن ممكن يفاجئنا ويقول لك القصة هعملها مثلا حسب كلامه، ممكن يقول لك القصة هعملها احداث، يبقى هيدينا في تبقى ضربة في مقتل يعني. يلا نكمل وبعد كده ربنا يعدلها. It is advisable to buy goods from a reply اللي هي اسمها reliable. عبد الرحمن ياسر السنة دي مش هو بتاع سنة أولى اللي كان يعني أول واحد يرفع إيده وأول واحد يجاوب، إيه اللي جرالك؟ The camel can to living in the desert. كلمة بمعنى يتأقلم. يتأقلم اللي هي سي. لا لا لا. أنت مش مستعد يا عبد الرحمن. أنت مش مستعد بكلمات، ما الجرامر هتعمل فيه إيه؟ طيب هنخلي الإجابة جماعية عشان عمر النت معاه بيطلعه كل شوية. This medicine is really useful. It can relieve pain effectively يعني بكفاءة. Players aren't paid. لا يدفع لهم مال. مين دول؟ اللي هم الهواة. Amateurs. تمام. This room is too hot. We need to the new air condition. Install. شفت الناس المجاوبة بتسمع صوتها والتانيين مستخبين طبعا.
the of the story is that evil must be punished. Moral. Moral. الدروس المستفادة أو المغزى. The editor refused to the young journalist's article as it's full of mistakes. هايد يخاف يعني رفض أن يخفي لا الثاني الثالثة نشر تبلش يعني نشر يا ينشر. رفض أن ينشر المقال لأنه مليان بالأخطاء. The parents set a for every child to do while they are out task يعني هنا set a عملوا إيه to for every child to do while they are out يعني كل طفل عملوا له شغلانة كده ينشغل فيها بينما هم خارج البيت. أه؟ سهلتها لك اهي. تاسك. تاسك. تاسك يعني مهمة. تاسك عملوا لكل واحد منهما مهمة. The president has a political advisor. له مستشار سياسي. Who he in the foreign affairs. Consult. يستشيره. تمام. كلمة advertising is the advertisement which appears to people out of their interest and activity on the internet. هذا النوع من الإعلانات يعني بيظهر للناس عندك أنت شغال على النت ده نسميه إيه؟ بانر. ها؟ No. Banner. No. ليه؟ أي. Targeted adverse اللي هي بيسموها الإعلانات المستهدفة. يعني إعلان بيعاملوا الناس معينين. الناس المهتمين. يعني مثلا ليجي واحد مثلا مهندس تلاقي بعته الإعلانات على الحياة تخصه وتستفيد منها. You must the antivirus. تعمل إيه الأنتيفيروس بتاعك باستمرار؟ جير. Upgrade. يعني تعمل له عملية ترقية. ترقية. Websites leave. تترك إيه in your computer so that they will recognize you when you use it again. بيسيب لك حاجة عشان ترجع لك تاني. The hostess of the famous actors views millions views. Of fans views ما لازم اكمل ايه بجاوب انا فاهم ادي السبب اهو دي شايف كلمه دي دي ايه دي جيم يبقى بتكلم على مفرد ولا جمع جمع. يبقى كلمة كيك ما تنفعش. وصلت معاكم الفكرة جاية من فين؟ letters, marks or signs used in writing. دي كلها اللي احنا بنستخدمها في الكتابة وprinting or on a computer. يعني كلها دي بنسميها ايه؟ ها؟ letters. طبعا لا دي ولا دي هي طبعا كلام فضايح. ها؟ هل هي طيب انا استخدم الليترز هي ليترز ينفع وماركس علامات وساينز بنستخدمها في الكتابه والطباعه اور اون ا كمبيوتر على الكمبيوتر دي بنسميها الكاركترز شخصيات هي طبعا انت خدت كلمه كاركتر بمعنى شخصيه ايوه شخصيات ايوه ما انت خدت كلمه كاركتر بمعنى شخصيه وفي كلمة كاركترز هنا تجينا عاملة زي كما عملية الرموز يعني في كلمات تقبلها أكثر من معنى أكثر من معنى دي بتبقى عندنا مشكلة ولذلك أنا عايز حضراتكم تخلي بالكم من هذه الجزئية في كلمة كاركترز دي لو بصيت على كلمة كاركترز دي هتلاقي لها أكثر من معنى كلمة كاركترز هنا جاية بمعنى أحرف لكن letters دي أحرف الأحرف الهجائية ففي طبعا هو طالما بدأ لي كلمة letters في الأول ما ينفعش أقول letters هي letters كما نفسر الماء بالماء لكن ما letters وماركس علامات or signs فدي كلها عبارة عن حروف زي
زي العلامة بتاعت الدولار، العلامة بتاعت الجنيه، العلامة بتاعت and، دي كلها عبارة عن كاركترز التي تشمل الحروف والعلامات وطبعا والإشارات، دي كلها بنسميها كاركترز. أما الحروف الهجائية A B C D نقول عليها letters فقط لا غير. Some papers publish news about celebrities to increase sales. Update. يعني حياة، يعني مزيف. مزيف. برافو عليك. The adjective ambitious. Ambiguous is the synonym of. Synonym of. هذه الكلمة ماذا تعني؟ ها؟ غامضة. معنى حاجة غامضة. غامضة. ايه كلمة بمعنى غامضة في 21؟ تالتة. ايوة. بالرغم ان هذه الكلمة حضراتكم ما خدتوهاش. لكن انا اخدت الثلاثة التانيين اللي هي smart و update و obvious. دول كلهم ليسوا بمعنى غامض. فإذا هنا ده النوع اللي هو بيقول لك بيطلب منك انك انت تعمل عملية الجيسنج او التخمين. Parents should be careful to their children online a lot. Going. 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 Going ولا doing؟ مفيش doing طبعا. Going. ماشي ماشي كويس. دي اشمعنى دي فاكرينها؟ اشمعنى دي فاكرينها يعني؟ طيب. طبعا زي ما انت انا عاملها لكم اهي عشان تبقوا عارفينها. في عندنا a computer has a wide range of for business applications اللي هي معناها applications تطبيقات. Smartphones enable people to access to the internet. يعني الفون الذكي اللي في ايدك بيمكنك منك انت access تدخل الى الانترنت. بس هنا access هنا جايه اسم يا اخواننا بمعنى مدخل. مدخل. فهنا هذه 24 ايه الفعل اللي ياتي مع اكسس؟ ايه الفعل اللي ياتي مع اكسس؟ ها هاف. ايوه هاف. تمام تمام. هذا الفعل اللي هو هاف، ان يكون لديه مدخل يدي لك يملكك مدخل. مو صلاح هاز مليونز اوف اون سوشيال ميديا فولورز اللي هو متابعين. سام سايتس اسك ذا يوزرز تو before downloading any data. يقول لك الأول يعمل الأول اشترك. اشترك. تمام. فايرفوكس is the best browser. طبعا هنا فايرفوكس عارفينه ده؟ تعرفوه المستعرض ده تعرفوه؟ صح. مستعرض هو ده. ده يعني لو انت عايز زي الباحث، زي الباحث بالضبط كده، زي جوجل كروم وزي فايرفوكس وزي اللي هو الايدج ده اللي طالع جديد. They worried their son about. الحمد لله على السلامة. The police could recognize the of criminal when they eyewitness described him. Description. طيب يعني البوليس استطاع أن recognize يتعرف على criminal المجرم. يتعرف على ايه؟ 29 يا ناس. ثالث وحدة. اهي ها؟ Identity معناها الهوية. الهوية. الهوية، هوية الشخص يعني. يعني هو مين؟ The statue of liberty اللي هو تمثال الحرية. Is the of freedom. Freedom عارفينها؟ الحرية. حرية. حرية. سيمبل يعني رمز. رمز الحرية. رمز الحرية. Her aroused the doubts يعني أثارت الشكوك of the police. Behavior. Behavior سلوكها. سلوكها وتصرفاته. تصرفاته. The president speech إن خطبة الرئيس الجمهورية. The people's right to lead the decent life. طبعا هنا the people's. هنا في هذه التمرين زي ما حضراتكم شايفين اهو، يعني بيقول هاي، فاهم كلمه هاي لايت؟
هايلايت يعني أبرز أو أوضح للناس، تمييز أو يميز. ترافلرز أن المسافرون ماست، أول ما توصل the airport before boarding لازم تعمل إيه؟ ريجستر يعني يسجل. يسجل. في واحد ممكن يقول لي طب ليه ما خدناش تشيك واكزامين؟ حد يعرف ليه؟ كان بيجيش بعديهم معاه. ممكن عشان في اصلا نفس المعنى فما نقدرش نختار بينهم. لا لا لا، هو اصلا لو قلت ماست بي تشيك يجب ان يفحص، ماست بي اكزامين يجب ان يفحص، اللي هو المسافرون لا يفحص ولكنه يفحص. يعني كان لو كان هنا في بي ودي تصريف ثالث كان خدتها، لكن ماستر قبل هو هنا اللي المسافر هو اللي هيقوم بالفعل انه هيسجل، لكن هنا تشيك واكزامين سوف يقع الفعل عليه، فلا بد ان يكون مفعول به وليس فاعلا. اويل اكسبورت ان صادرات البترول. ريبريزنت. ها ريبريزنت. ايوه تمثل. 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 You can go to number 5 platform. بلاتفورم يعني الرصيف. Some people are to the internet. مدمنين. Addicted. Addicted. تمام. The of the of his career is that he is first scientist. هيطلع. مش عارف ايه كده. Cure for big flu هو انفلونزا الخنازير. مين اخينا ده؟ هيطلع. Of his career يعني حاجة البارزة في حياته المهنية. Many experts have the government for wasting the money in fruitless projects. الثانية. Criticized معنى انتقد، انتقدوا الحكومة انها بتضيع فلوس. All countries are trying hard to a drug يعني عقار دواء for coronavirus. Develop اللي هي عشان يطور العقار. تمام. Every week we have a on modern economic theory. Theory يعني نظرية. At the university. View. يعني view. رؤية أو اسمها. رؤية. رؤية أيوة. خطأ طبعا الإجابة. لا الثالثة. سيمينار. سيمينار طبعا ده هنا ايه بيسموه يعني زي مؤتمر. ان شاء الرحمن لما ربنا يكرمكم وتحضروا ماجستير او دكتوراه، قبل ما تناقش الماجستير او الدكتوراه المشرفين بتوعك بيعملوا لك سيمينار، يعني حاجة محاكاة، بتحاكي تماما الجلسة اللي انت هتقعد فيها، يقعد بس اللي بيبقوا حاضرين فيها بقى ايه زمايلك اللي هم بيقدوا كل هم بقى يناقشوك ويسألوك عشان تبقى متعود على الأسئلة اللي موجودة فيها. إن شاء الله نشوفكم كده وتدعونا لما تحضروا ماجستير أو دكتوراه. It is to show respect أن تظهر الاحترام. Those who are older than you. Sensible. Sensible. يعني من الحكمة. Sensible. عند حضراتكم sensible. أيوة عشان نبقى بس ماشيين مع من المسرحش بعيد. Teachers show students how to research online. We should spending hours reading unhelpful website. Avoid. نتجنب. We should be careful enough to use websites. يعني لازم نكون حريصين أنا لو نستخدم المواقع اللي هي إيه. موثوق فيها. طيب هنا عند حضراتكم دخلت عندنا أكثر من إجابة في 44. إيه موثوق فيها يعني. تبى ريليابول. ريليابول. I must my doctor I deal at chest pain. I feel the chest pain. يعني أشعر بألم في الصدر. استشارة. استشير. تمام. I need to my antivirus to be fully protected. Update. It is easy to video to YouTube. Download. Upload. Upload. Upload.
are small pieces of information which tell websites we have been online and what we are looking at. Cookies. Companies usually things you are interested in so that they can increase sales online. Advertise. اللي هم مين دول؟ Advertise. معلنين. تعلن. كلمة surprisingly she returned her bag on me. ادتني ظهرها. That means that she me انها ignore. Ignore. تتجاهلني. يعني يتجاهل. ايوه تمام. نعم ليه في الابير ما تنفعش ابير؟ ليه فين؟ ابير مش بمعنى يظهر يا اسامة، ابير بمعنى يظهر. والفعل ابير خلي بال حضرتك من الافعال ابير ودس ابير من الافعال التي لا تحول للمبني للمجهول لانها من الافعال التي لا ياتي بعدها مفعول به، يظهر مش يظهر. Honestly, I loved the little child the moment I eyes set. تمام. ده هذه الجزئية بتاعت اللي هي سبوز والكلام ده كله اللي حضراتكم طبعا من أهم الحاجات اللي هي بتيجي في الامتحان أنت ومغمض. أنا في جزئية هنا هدور عليها كده خليكم معايا. أنا عملتها لحضراتكم بس مش عارف يا رب أكون يعني هي دي ولا مش هي؟ لا مش دي. مش دي. في جزئية أنا هنزلها لكم إن شاء الرحمن عندكم يعني أهي دي دي. شايفين أنا عملتها أهي عشان عبد الرحمن كان طلبها جمعت لك كل الكلمات المهمة اللي موجودة بدون والجرامر بدون يعني ايه بدون تمارين بحيث انك تبقى قاعده معاك شغال عليها تماما اهي ودي الحته اللي احنا هنتكلم عليها طبعا ده كله ده ادي الحته اللي انا بتكلم عليها ايه بتاعت سي ما فكرك بيها تاني اهي شايفينها هذا الفعل سيم الماضي بتاعه سيمد والتصريف الثالث سيمد طبعا ده فعل من افعال الحواس فلا ياخذ صيغه الاي ان جي ايه الاشكال اللي تاجي بعده سيم ده ايه اللي يجي بعده قال لي لو هتيجي وراه صفه او اسم او يجي وراه فعل طب ايه الاشكال اللي بتيجي وراه قال لي سيم ممكن تيجي وراها صفه مباشره she seemed excited اهي دي او ياتي بعدها to be زائد صفه زي التمرين ده to be مثلا to be excited الاثنين يدوا نفس المعنى أو to be زائد اسم to be the manager أو to be صفة وموصوف a good person ده أول شكل من أشكال سيم ممكن سيم يأتي بعدها فعل في حالة المضارع يأتي بعدها to زائد المصدر في حالة الاستمرار يأتي بعدها to be زائد الفعل مضاف له ing في حالة الماضي يأتي بعدها to have زائد التصريف الثالث لخصتها لك اهو وفي تركيبه بتقول it seems that لو قال it seems that ياتي بعدها جمله كامله في اي زمن كان. الكلمه الثانيه اللي هي كلمه suppose دي ياتي قبلها verb to be supposed to a verb to be يعني am is are was where براحتك. طبعا هنا ايه بيجي وراها يعني لازم يكون verb to be وبعدها to زائد المصدر. هتلاحظ حاجة تانية إنه كمان ممكن حضرتك تستخدم verb to be زائد المصدر يمكن المعلومة دي خدناها في سنة أولى وأنا بقى حبيت أرجعها لك تاني لربما يعني لو قلت مثلا you are to finish the train is to depart قال هذا الأمر تعبر عن إعطاء أمر لو أنت بتأمر حد أو بتقر حاجة هتحدث في المستقبل يعني حاجة متأكد تماما أنها سوف تحدث ده الحالة اللي احنا بنستخدم فيها verb to be زائد to زائد المصدر. الفعل الثالث اللي هو الفعل mean بمعنى يعني او يقصد. هذا الفعل طبعا حضراتكم بيجي قدامه verb to be ثم mean زائد to زائد المصدر. هذا الفعل لو رجع لاصله لكلمة mean تعني معنى يعني او يقصد او معنى بخيل او حقير.
ودي الحياة اللي هي بنتكلم عليها. أهي عبد الرحمن أنا جمعت لك الست وحدات كلهم لأنك أنت أكثر واحد طلبت هذه الجزئية، وإن شاء الله أحملها لكم على الموقع اللي عندنا. نرجع تاني ونشوف اللي حاصل معانا في هذه الدرس بتاعكم. الساعة كام يا بنات؟ 6. يعني توقف هنا ولا نكمل؟ احنا 6 ل 10 هو اصلا خلاص، يعني جربنا على حل الجرامر ده وكده هندخل على يونت 6. تمام تمام كلامك صح. هي سيمز تو ها تو بي تو بي ات تو رين يسترداي wasn't supposed. في واحد سمعت حاجة غاظتني haven't been، وأنا بقول له إنه suppose لازم يجي قدامه verb to be زائد suppose زائد to زائد المصدر. He seems a new car. He seems to be having. To be having. طبعا هنا لأن خدتي على صيغة الاستمرار. أيوه الاستمرار. The train is at 9 o'clock. Need to leave. Means to leave. تمام. Mom, to be angry. Seemed. تبدو. Seemed. If you visit someone, you to bring a present for him. Are supposed. Are supposed. تمام. من المفترض تاخد هدية يعني. Hospitals be clean and hygienic. Are supposed to. تمام. يا سلام. مع انهم اصعب درس ده، لكن الحمد لله انا كنت وصل لكم الفكرة. He needs to focus on his task. لازم يركز على مهمته. We to talk to him. Aren't supposed. برافو. How to operate the device. You should read the manual first. Am I supposed? How? Am I supposed? تمام برافو عليك. He to call us before he visit, but he didn't. It's supposed. قلنا was عشان اخر جملة في didn't، خلي بالكم. أيوه didn't. There to be something wrong. Are supposed عشان الجملة في المضارع. هاي من كلمة needs. Being a leader means to be to do means to do many responsibilities and duties to do and تفعل. He to be late for the meeting, but he was. Seems. استخدم كلمة was، خلي بالك. Wasn't supposed. It seems that عايز جملة. He lost the game. بعد ذات يأتي جملة. Mr. Afifi like a good teacher. Seems like ولا is supposed عايزة to. طبعا هي seems يعني، بس مش عايزة. أيوة. لأن جاء بعدها فعل هنا like، ممكن ياخد to ممكن ما ياخدش to. After breaking the phone he great regretful. Was need to. Steam. He was mean to. Was me too. ولا seemed regretful. Seemed. Seemed عشان في أيوة صح بعديها. I can't meet you. نعم. رقم 15 لما مش ما ينفعش يجي فعلان ورا بعض. يا راجل هنا لايك مش فعل يا راجل، لايك هنا بمعنى مثل. هنا لايك مش معنى يحب يا أسامة. I can't meet you. مش قادر أقابلك. I am supposed to. I am supposed to be with my father.
كار درايفرز سائقين السيارات ار سبوست My homework to be full of mistakes. The teacher is angry with me. يبدو تمام. Did he mean to call? To call. Schools to follow rules. اسمي بترن. Are seemed. They are supposed to arrive tomorrow. This show is exception. Expectation قصدك. أيوه. يعني توقع. تمام. She to have a hard time in that factory. She wants to look for another job. It seems. Is seemed to seemed تاخد is قدامها seems لا seems بس أيوة. clubs to be places for sports and social activities are seems بتاخد seem يا اخوانا اول واحدة لا seems clubs seems clubs الجامعة are meant. انت خدتهم كلهم. لا والله. He to like the new. هنا like يا أسامة بقى فعل بمعنى يحب. Doesn't seem. Isn't fashionable. ليس على الموضة. Doesn't seem. أيوه. I am to tidy my room before I start studying. I'm supposed. I'm supposed, جدع. What to do in the company? I need to know all about my duties. What am I supposed? I'm supposed. تمام, برافو عليكم. كده احنا حلينا وحدتين. جوني المرة الجاية ان شاء الله حلين الوحدة ستة كلها. حتى جوني حلين الوحدة ستة وفي حاجة تانية. انا عارفكم يعني في الوحدة ستة وبعدين هتلاقي بعد ما بتخلص الوحدة ستة عندنا. كاملة متكاملة عندنا عشان الناس اللي محضروش لما يشوفوا الفيديو يعرفوا ليه وبعد كده هنبدأ نشوف الكلمات اللي موجودة بتاعت القصة يعني حاولوا انك انتوا تذاكروا برضو كلمات بس كلمات القصة وتحلوها عشان بعد كده لو فضل عندنا وقت هناخد ايه الرايتنج اللي موجود عندنا كويس الحمد لله يعني انجزنا هو معاد في بركة شوية مش متعب بس زي بعضه معلش الحصة الكامية ولا ولا راح فين مشت؟ لا قاعد الأولى الحصة طب وديت الفلوس للأبلة؟ لا معلش طيب هتودوها لها الخميس ولا الحد؟ مش عارف احنا نروح المهم يعني حضراتكم يعني أنا عندي حليل اللي أنا شغال جمعة في السنتر لو حد عايز يجيبها لي أوكي عايزين تودوها للأبلة أنا شغال في السنتر يوم الجمعة إن شاء الله الجمعة الساعة 4 جمعة الساعة 4 انا تلاقون يعني من 4 الى ربع 3 ونص بتلاقون هناك في السنتر يعني لو انتم مستعجلين في اي وقت انا منتظركم عايز تودوها الابره يا ريت تودوها لها خلاص تمام يا مستر ماشي انا هنا وهنا انا في انتظاركم اوكي القاكم على خير ان شاء الله في الحلقه القادمه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته